أمام البرلمان البريطاني ينضم إلينا مراسلانا عمرو المنيري وعمر شاكر، أهلا بكما. أبدأ مع عمرو، يعني إذا البرلمان البريطاني رفض التصويت على الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، دعنا في تفاصيل ما جرى خلال التصويت. نعم، للتصحيح لينا، لم يرفض البرلمان التصويت على هذا الاتفاق، بل هو صوت على إجبار رئيس الوزراء أن يقدم رسالة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تأجيل القرار وتأجيل الموافقة حتى 31 من يناير المقبل، أي سيتم التصويت على الاتفاق الجديد في الأسبوع المقبل، وليس لم يرفض البرلمان هذا التصويت. هذا التصويت كان خاص بتعديل وإجبار رئيس الوزراء على أنه يجب أن يرسل ذلك، وهذا بسبب أنه لضيق الوقت لن يكون يسمح للبرلمان ليناقش تفاصيل هذا الاتفاق حتى لو تمت الموافقة. وبوريس جونسون بعد ذلك صرح أنه كما ذكرتم أنه لن يتقدم إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك حكم من محكمة اسكتلندية يجبره على أن يتقدم بهذا الخطاب، بحسب ما قيل في أنه يوم 21 من أكتوبر المقبل. رئيس المحكمة أخبر بوريس جونسون أنه إذا أراد البرلمان ذلك فيجب أن يطيع البرلمان، إذا لم يرسل هذا الخطاب فيتم استدعاه وربما يتم زجه بالسجن. إذا نحن أمام معضلة جديدة بالنسبة لبوريس جونسون، خسر هذا التصويت وعليه قرر أن يتم التأجيل التعليق والتصويت على الاتفاق الجديد إلى الأسبوع المقبل. نحن نتحدث عن فترة مقبلة عصيبة أمام بوريس جونسون. ابقى معي عمرو، وشكرا على هذه المعلومات. أتحول الآن إلى مراسلنا عمر شاكر، ويبدو أنه بالتزامن هنالك مظاهرات خرجت. عمر، ضعنا في تفاصيل هذه المظاهرات، في مع من تصطف وأبرز مطالبها؟ الصورة لديك. عشرات الآلاف من البريطانيين اصطفوا منذ ساعات الصباح المتأخرة، منذ أن بدأ مجلس العموم هنا بمناقشة التعديلات على الخروج من الاتحاد الأوروبي، يطالبون بإجراء استفتاء ثاني على مسألة الخروج، وأن لا يبقى قرار الخروج مرتبط بأعضاء مجلس العموم 650. هم يريدون أن يكون للبريطانيين الكلمة الأخيرة في هذه المسألة. هم يقرون نعم أن كان هناك استفتاء في 2016 وكانت النتيجة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن وفق وبنظرهم أن هناك كثير من الأمور تغيرت، وأن الاتفاق الحالي الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون ستتأثر به الأجيال المقبلة، وبالتالي هناك ضرورة لإجراء استفتاء ثاني، وهي محاولة تبدو أخيرة هذا اليوم لهم للاستمرار بالضغط لإقناع النواب بالذهاب بهذا الاتجاه وعدم التصويت لاتفاق بوريس جونسون الذي يبدو أن الحكومة ستقدمه مرة أخرى الأسبوع المقبل للتصويت عليه. وفي هذه الأوقات يحاول هؤلاء المتظاهرون استغلال هذه الفرصة لإقناع عدد من النواب المؤيدين للبقاء هنا في الاتحاد الأوروبي بأن يصوتوا لصالح إجراء استفتاء ثاني، لكن هذا يبدو في هذه الأوقات ليس أولوية لا للبرلمانيين ولا حتى للحكومة البريطانية. شكرا جزيلا لك عمر شاكر، والشكر موصول لمراسلنا من لندن أيضا عمرو المنيري. شكرا لكما.